ربنا يبارك فيك. هنخرج بقى يا جماعه من موضوع خلينا مش هنقلبها نكد بقى كلها الحلقه دي يعني. هنعيش بقى طبعا مع المنشد والمبتهل بالاذاعه والتلفزيون الاستاذ حسن زيد، وهو اخ وصديق لينا وحاجه جميله جدا. هتسمعنا ايه النهارده بقى يا استاذ حسن؟ عن اليتيم ان شاء الله. عن اليتيم برضه ان شاء الله. طب يعني 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 كل دراما، يعني انا كل دراما يعني احنا ناخدها كده بقى يا عم حسن ولا ايه؟ طب يلا افتح الباب بتاعك يلا يا سيدي واشتغل، يلا نسمع بقى وايه ونعيش حاجه كويسه كده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي يوم العيد فوجد صبيانا يلعبون، ووجد صبي يبكي فسأله النبي ما يبكيك؟ فقال الصبي للنبي دعني أيها الرجل. ولم يعلم الصبي أنه رسول الله، فسأله النبي ما يبكيك؟ فقال له الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم: أبي قد مات في إحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت غير أبي فأخذ داري وأكل مالي وتركني كما تراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترضى أكن لك أبا وعائشة أما وعليا عما وفاطمة أختك؟ فقال الصبي للنبي: وكيف لا أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فكساه النبي وطعامه، ورجع الصبي إلى الصبيان فسألوه: كنا نراك من قبل حزينا مهموما؟ فقال الصبي لهم: لم يكن لي أبا فأصبح أبي رسول الله وعائشة أما. فقال الصبيان: يا ليت أبانا مات مع رسول الله. الله أكبر. الله أحسنت أحسنت وأمتعتنا والله العظيم. يعني انا شايف بسم الله ما شاء الله صوتك بسم الله الله اكبر، لا حسد يعني، عشان لو حصل حاجه ما تقولش ابراهيم حسدني يعني. طبعا المنشد والمبتهل حسن زيد مقيد نقابيا في الاذاعه والتلفزيون، وبسم الله انا بحضر له حفلات كتير جدا جدا، فبدعوكم كل مشاهدينا طبعا تتواصلوا مع صفحته على الفيسبوك وتتابعوا حفلاته يعني.